متابعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد، تاريخ 23/4/2024 كنتواجدوا السوق الاسبوعي الحاجب. بقاو معنا في هذا الفيديو هذا نتعرفوا على اثمنه رؤوس اغنام هذا السوق اللي كتعتبر اكبر اسواق الاقليم. رغم سوق هو السوق العام بقاو معنا هاد الجولة هادي اكتشفوا اثمنة رؤوس الاغنام ولا ملاح تبارك الله اللهم بارك. سنان الحليب واحد اللي فيهم هنا كيهرس تنايا عاطينو 3350 درهم. اللي بغى شي حاجه غنخلي الرقم ديال السيد تواصلوا معاه اللي بغى شي حاجه. شحال رقم التليفون؟ 06-62-57-83-91. اللي بغى شي حاجه يتواصل مع السيد معروف في الاسواق ديال اقليم الحاجب. انتم اللهم بارك، سلعه مليحه تبارك الله. خفان اسنان الحليب شعطاك فهاد الخير هذا؟ 2050 عطيونو فهاد الخير هذاك اللي كتشهد 2600 درهم. خلي التليفون ديالك هنا، خلي التليفون ديالك 06-11-69-03-92. عاودها 06-11-69-03-92. هانتوما اللي بغا يتواصل معاه الرقم التليفون ديالو اللي بغا يتواصل مع السيد هذا. خير هذا سنان الحليب بقاو فيهم 2050 درهم 41000 ريال. ومولا هما يخلي لكم التليفون، التليفون ديالك 07-75-83-33. عاودها لهم 07-75-83-33. كي داير السوق اليوم؟ مزيان. السوق مزيان. هانتوما خرفان سنان الحليب اللي بغاهم ولا اللي بغا شي حاجه يتواصل مع السيد على رقم التليفون خلينا لكم. خرفان اللهم بارك سنان الحليب عاطين فيهم 2300 درهم 46000 ريال. اللي بغا شي حاجه يتواصل مع شحال التليفون ديالك؟ 06-56-27-27 الرقم التليفون اللي بغا شي حاجه يتواصل مع السيد هذا. خفان ملاح تبارك الله عطينو 46000 ريال جبنا 2300 درهم عطينو. الخير هذا اللهم بارك عطينو 1800 درهم جبنا 36000 ريال عطينو اللهم بارك. الرقم ديال التليفون ديالك اخويا؟ 07-00-78-78. عاودها عافاك 00-00-98-91. انتم اللي بغا شي حاجه يتواصل معاه. هاد الخير اللهم بارك عاطين فيها 1675 درهم جمله 33500 عاطينو. اللهم بارك خرفان ملاح اللهم بارك. اللي بغا شي حاجه الرقم التليفون ديالك 06-28-07-52-38. اللي بغا شي حاجه يتواصل مع السيد مليح يا 20 شكون فيهم حولي مليح اللهم بارك. السن السداسي عاطينو درهم 90000 ريال عاطينو. السن السداسي تولعوا معنا مليح اللهم بارك اللهم بارك حوالا ملاح السن نيل اللهم بارك راسه سوق الاسبوعي حاجب اللهم بارك عطينا 6600 درهم جملة خرفان ملاح تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك راس السوق اليوم السوق الاسبوعي حاجب ولا ملاح ونقيم وعطينا 6600 درهم جملة هذا هو
نيد نعطيه 3700 درهم 74 درهم غير عظيم ويا مخيم تحط الوقت خفال بلاح تبارك الله وسنان سنان الحليب عاطين 2150 درهم عاطين 43 ألف ريال جملة خفال بردين هنا بلاصة دولين عين معروف عين معروف عين معروف ذا واحد الحاج انتم تبارك الله بخير مولانا اللهم بارك خرفان سنان الحليب عاطينو 2850 درهم جملة 57 ألف ريال قرصة 72 33 72 56 انتم اللي بغى يتواصل مع السيد هذا يعاودكم الرقم من جديد 0 0 6 72 33 72 56 الله الخير اللي قدامكم سنان سنان الحليب عاطين فيهم 2400 درهم 140 ألف ريال اللي بغى يتواصل مع السيد هذا الرقم التليفون ديالو غيقولوا لنا 07 77 18 83 83. عاود الرقم 2450 درهم شحال عطاوك هنا خويا؟ 62 عطاو 62 3100 درهم انتم اللهم بارك خفان ملاح تبارك الله اسمو ليا كاين المليح كاين يا والثمن ما عندي ما نقول كنخلي المواطن هو اللي غادي يعرف واش كاين الغلا ولا كاين الخلق النبات اللهم بارك عطينو 2400 درهم 48 ألف ريال جملة خفان سنان الحليب اللهم بارك عاطين فيهم 2150 درهم 43 ألف ريال أنتم اللهم بارك خفان بلا تبارك الله الخرفان سنان سنان الحليب عطينو 2750 درهم 55 ألف ريال عطينو الخرفان ملاح تبارك الله سنان هو الخير هذا عطينو 2600 درهم 52 ألف ريال عطينو الخير هذا اللهم بارك عطينو جملة 2050 درهم 41 ألف ريال عطينو حوال اللهم بارك ملاح تبارك الله فيهم سنان الحليب وفيهم بنايا عاطين 3100 درهم 62 ألف ريال جملة عاطين اللهم بارك الخير هذا عاطين فيه 1800 درهم 62 ألف ريال خير اللهم بارك عاطين 2200 درهم 43 ألف ريال عاطين جملة شوف هذا اللهم بارك عطيه 2800 درهم كيطلب فيهم مولاهم 3100 درهم سنان سنان الحليب
هذا سنان سنان الحليب ولا صوتية أعطيه 2050 تقريبا 50 خير أعطيه 3500 درهم في السنة الحالية كسر بناية 70 خير أعطيه الله بارك هذا الله مبارك كانوا 2950 درهم 59 ألف ريال يعطيهم الجملة خروفة سنان سنان الحليب الله مبارك شحال عطاو فهاد الخير هذا؟ جوج عطاو في 170 هادو جوج عطاو 3500 درهم عطينو سوم 1750 درهم شحال التليفون ديالك اللي بغا يتواصل معك التليفون؟ 06 53 اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه هانتوما خفات عطينا الوحده 1750 درهم عطاو 3500 درهم خفات الله بارك عطينا 1750 درهم 31000 ريال عطينا كاردو 001 90 82 56 اللي بغى شي حاجه يتواصل مع هذا السيد هذا راه عنده مصيبه خروفات الله مبارك ملاح سنان سنان الحليب عطينو 1910 درهم 38 و 200 عطينو خروفات سنان الحليب عطينو 1600 درهم 32000 درهم عطينو خروفات سنان سنان الحليب عطين فيهم 1625 درهم جملة 32500 عطينو خلاص سيلو فريال عطينو خروفات سنان الحليب عطين 1600 درهم 34 فريال عطينو خروفات بلاح تبارك الله مبارك سنان سنان الحليب عطينو 2200 درهم 44 فريال عطينو جملة خير مولانا تبارك الله اللهم بارك مليحة تبارك الله مليح انتم الله مبارك مليح ديال الخروفة تبارك الله صغية سمونية الله مبارك خروفة سنان سنان الحليب عطين 1700 درهم 34 عطين انتم الله مبارك الله مبارك 1961 نعجة مليحة اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا كي دايرة في السنة هادي؟ كاينة تنية رباعية تا الجموع السن مزيان نعم نعم شحال عدد الخرفة شحال عدد الخروفات؟ 11 نتوا و 9 ذكر 11 نتوا و 9 ذكر ايه هانتوما نعجة مليحة اللهم بارك اللي بغاها الصور كاين الصور كاين المليح كاين واللي بغاها غادي نخليو كمال على سيدي ربي نخليو لكم الرقم ديال التليفون هانتوما تبارك الله ها الخرفان ديالها الخرفان ديالها لا تبارك الله جا مليح
مليحه تبارك الله. فيها جوج ديك الباشميه كما قالوا لنا. الفاتوره تبارك الله عندنا 9 خروف 11 خروفه على جوج دارين معهم وزارين. غادي نوزعو 800 درهم. السوق مزيان خويا كما كتعرفوا المشاريع الكرام غادي نجاوب الحكومه خلف الفاتوره تبارك الله. نتيجة مليحة تبارك الله هي رباعية وشبوع عطينو 2750 درهم 55 ألف ريال داخل فرد الفرقات مليحة تبارك الله كما كتشاهدو معانا غرمية غرمية رباعية فيها اللي يجمع الخفة ديال الله مبارك عطينو 2700 درهم جبنا 54000 ريال لا خفار وخلفات ملاح تبارك الله مبارك يا جاك الزارية اللهم بارك سد رباعية عطين 2900 درهم رباعية 52 هادي 1100 درهم شحال هذا؟ ها؟ شحال هذا؟ باش بجوج تبيعو ب 1450 درهم بجوج ونتوات بجوج نتوات بجوج جديات كاملين هادو جديات شي حاجة يتصل بها السيد في التليفون شحال التليفون ديالك؟ 06 37 51 86 86 هاد الخير هذا عطينو 3500 درهم فيهم بجوج 70000 ريال عطينو اللهم بارك مين البلاصة هادو؟ مين البلاصة؟ الحاج عجلة سنان الحليب ولد عجل تبارك الله اللهم بارك هانتوما بقاو معنا نوريوكم شحال كتقول فادي عمي؟ سيدي عطينا جوج عشرة عطيك جوج بمليون وعشرة انا قطع 520 قطع بجوج 520 باش قطع ولكن عطوني غير جوج عشرة الساعة طيب جوج عشرة انتم اللهم بارك غير سنان حليب بقى رومية عجلة رومية عجل عجل مليح تبارك الله وهذه قراتنية ايوا عجل عندها عجل مليح تبارك الله اللهم بارك بلدية شحال كتقول فادي عمي؟ هادي ولدي 330 مليون ونص مليون ونص و 30 مليون و 130 مليون و 130 ثنية مليون و 130 انتم اللهم بارك ثنية وعندها عجل 230 يلاه قرا بلدية اللهم بارك السنان كي دايرة السنان؟ جموع السنان الجموع وعجلة ديالها شارولية عجلة مليحة شارولية اللهم بارك انتم الدرع تبارك الله كتحل 5 يترو 5 يترو كتحل شحال كتقول فادي عمي؟ عطوني مليون و70 عطينو مليون و70 هادي قطع 300 اللهم بارك كيقول مليون و140 انتم مليح تبارك الله الرقم ديال التليفون ديالك الا بغيت تواصل معك شي واحد شحال الرقم التليفون ديالك؟ 06 06 72 72 40 40 08 08 46 46 عاود الرقم التليفون 06 72 40 08 46 اللي بغى شي حاجه يتواصل مع السيد عنده قرب مليح تبارك الله عنده البلدي اجو سكال معلم مرحبا الصلاه على النبي انا الحاج مولي لا كل الناس كل الناس هاك عطي العربي هاك عطي العربي عطي العربي الصلاه على النبي يا جمال اقعد يا سيدي قعد زيد يا سيدي زيد اخاني باش يكون في كيتون دموعها
مرحبا بالناس اللي عنده اللي ما عندوش مرحبا به. مرحبا اخويا. ها عادي انا شي كاغيت ويا طبصيلة اخ هاك طبصيلة صاحبي ديال من هذا عادي ديال خالي فرماج هذا هادشي فرماج اخويا جا ضروري. يا مرحبا اللي عنده اللي ما عندوش مرحبا بكم تفضلوا خويا سليمان سكان مدينة الحاج. مرحبا مرحبا بكم اجي سكان مرحبا سوريا جامد سوريا جامد مرحبا تبارك الله بكم مرحبا. هذا الدرام.